اهلا بكم مشاهدينا الكرام، تحية لكل الناس اللي انضمت لمتابعتنا. وصلنا للفقرة الرئيسية من 24 جرات ترند. كورونا، كيف يشعر الأطفال وكيف نتعامل معهم؟ اختلاف طريقة التوعية للأطفال بموضوع معين ممكن يكون مردودة سلبي، خصوصا إذا اللغة اللي استخدمت معهم كانت غير مناسبة لأعمارهم. في أطفال الخوف من كورونا ممكن يسبب لهم حالة من الهوس بالنظافة، أو اعتقاد إنه لو في زول طلع من البيت ممكن ما يرجع تاني، ممكن يمرض، ممكن يموت، ممكن تكون حاجات كثيرة دايرة في أذهان الأطفال بسبب الطريقة الخطأ اللي احنا وصلنا لهم المعلومة بها. عشان نعرف كيف نكون حريصين على أطفالنا وكيف نقدر نوصل لهم المعلومة بصورة صحيحة، أستاذة بتول عبد الرحمن هي سعيدة جدا أن تكون معنا اليوم من قسم المرأة والطفل بوزارة الصحة، وإنها تجاوب على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالأطفال. مرحبا بك ومساء الخير عليك. مرحبا بك أستاذة هيلين، وبرحب بكل مشاهدي 24 قيرات، وسعيدة إن أكون معاكم في حلقة اليوم. مرحبا كثير. وزارة الصحة اللي احنا تعودنا إنه ناخذ منها كل التعليمات وحتى إعلان الحالات الجديدة من خلالها. الشراكة اللي ما بين وزارة الصحة وإعلاميون من أجل الأطفال، شنو هي رؤيتكم العامة من أجل الأطفال وسلامتهم؟ إحنا يمكن في قسم رعاية المرأة والطفل يعني بنعمل بأهداف هي بتسعى لحماية رعاية ورفات الأطفال. فيما يتعلق بفيروس كورونا، نحن يمكن في قسم رعاية المرأة والطفل بيهمنا جدا إن تتقدم معلومات في التوعية خاصة بالأطفال، وزي ما قلتي إزالة الخوف والهلع الممكن الأطفال يعني يتعرضوا لهم نتيجة ما يسمعوهم يعني فيما يتعلق بالمرض. فنحن في القسم عندنا وحدة الدعم النفسي، ويمكن هذه الوحدة أنا فرصة إنه أحيي فيها زميلتي أستاذة أمال سليمان. الآن مبادرة بيقوم بها وحدة الدعم النفسي بالشراكة مع إدارة الطوارئ بالوزارة ومجموعة من الأخصائيين النفسيين. هذه المبادرة بتسعى أول حاجة لأن هي تقدم يعني موجهات أو إرشادات، يمكن في البداية صراحة بتبدأ بالكوادر الطبية نفسها يعني لأنه تزيل الخوف أو كيف يتعاملوا مع الحالات الممكن تصل، بالإضافة طبعا للشريحة بتاعت الأطفال. يمكن الأطفال لأنهم هم قد يعني ينتابون الخوف من السماع بكلمة المرض، يعني الطفل بحساسيته يعني المفرطة قد يصاب بخوف أو هلا، أو حتى أنه ممكن يكون مدار يسمع عن الإصابات والوفيات، خاصة أنه إحنا اليومين دي الميديا كلها يعني التلفزيون الإذاعة الونسة في البيت، يعني البيوت كلها ما بتخلو من التلفزيونات اللي ما فيها غير أخبار كورونا، الراديوهات، كل الوسائل وكل الوسائط بتتكلم عن كورونا في العالم. متابعة الطفل في حد ذاته للتلفاز، مشاهدته مع والدته أو مع والده، الحتة دي ممكن تأثر على نفسية الطفل لياتو درجة؟ ده قسم ممكن يكون من السؤال. حنستغل وجودك معنا ليلى بما إنك مسؤول قسم رعاية المرأة والطفل، وفي نفس الوقت كيف إحنا ممكن اللي هو دور الأم إنها توصل رسالة بلغة صحيحة وبسيطة لطفلة في المقام الأول والأخير يقدر يحمي نفسه، في نفس الوقت الحالة النفسية ما تتأثر للطفل في أنه بيتابع أخبار ممكن تكون مزعجة في العالم. طيب بالنسبة للجزء الأول، ويمكن فعلا التلفزيون الآن بقى متاح 24 ساعة يعني وجود الطفل في البيت بصورة دائمة، إحنا أول حاجة نحاول أنه الطفل ده نشغله بحاجات تانية هو مثلا بيحبها، يعني ممكن نحن الأطفال اللي ممكن يقدروا يقروا يكتبوا القصص ممكن يقروها أو يشاهدوا قنوات تانية، ما نكون حريصين على أنهم هم شنو يتابعوا كل الأخبار أو ما يتعلق شنو بالتفاصيل بتاعة المرض والإصابات يعني. يمكن الأطفال عمرهم كبير شوية قد يعني يكون عندهم شغف أو كده إنهم دارين يتابعوا. فنحن نحاول نقلل من الساعات بتاعة وجود الأطفال أمام التلفزيون إنهم يسمعوا عن الإصابات وكده. الحاجة الثانية، الأم عندها طبعاً دور كبير في استخدام اللغة يعني لأنه هو برضه حيستقي معلومات حتى من ونسة الآن الونسة كلها هي عن الفيروس والإصابات وكده. فالأطفال ممكن يكون عمرهم بسيط ما بقدر يستوعب، يعني هنا الأم هي ممكن تكون بس حريصة على وسائل الوقاية زي غسل اليدين، يعني تكون حريصة عليهم. الأطفال ممكن يكونوا كبار شوية بيقدر يستوعب المعلومة، ممكن الأم تستخدم لغة بسيطة تبدأ مثلا بقصة أو مثلا يعني زي المشاعر الآن نحن بنشاهدها وتبدأ بها إن هي تفتح بها حوار مع الطفل. إحنا برضو كمان ما نحاول إنه يعني نخلي الطفل ده ما عنده أي معلومة أو نخفي عنه، لأن إحنا برضو محتاجين لو إنه هو يكون عنده شيء من الوعي يعني والإدراك
عشان برضه هو يتبع جراءة الوقاية فيما يخص بغسيل الصابون، إن هو ما يطلع برا يلعب كثير كده يعني. الأم المسؤولية عليها كبيرة جدا، ويمكن في فرض الحظر الإجباري المسؤولية زادت عليها، يعني هي الآن مجبرة إنها تحضر أكثر من 3 وجبات لأن الأسرة كلها قاعدة عندها في البيت، فممكن تكون في ضغوط عليها. الأطفال ممكن يعني كتر إحنا تنبيههم، حتى لو استخدمنا لغة صحيحة، يعني في مثلا فئة أقل من 5 سنين بتحس إن هم بيحفظوا الكلام أو بيلقطوا المعلومة من غير ما هو يكون مستوعب، فممكن يكون في خطورة إنه هو يفسر الحاجات دي بصورة سلبية. كيف لو جزول من ناس البيت داخل ممكن نلاقي إنفع على الطفل فيه إنه ما تسلم علي، أنا ما عايز أسلم عليك، اللي هو بيكون رفض بطريقة شوية ممكن تكون حادة قد ما يتقبلها الشخص الجاي. وأنا ما بتكلم عن زائر، ممكن يكون أخوه الكبير أو مثلا زول من أفراد الأسرة زي ما قلت. طبعا دي هنا بيجي فيها الدور حقنا احنا الكبار يعني، لانه احنا قد ممكن نستوعب يعني الاصابه بالمرض، عارفين انه مثلا الحالات اللي بتصاب دي هي بتعتمد على المناعه بتاعت الشخص وكده، لكن الطفل ما بيستوعب لنا المعلومات دي. فاحنا في البيت بنحاول انه الطفل يعني ما نقول كلمات او ننهره او انت ليه ما غسلت يديك بالصابون، انت ليه يعني ما نستخدم الاسلوب بتاع الزجر او التنهير او كده عشان ما هو ازداد خوف، ولكن ممكن يكون باسلوب بسيط انه والله مثلا الان احنا في مرض جديد، انه في مرض جديد الان هو يعني موجود عندنا وكده، احنا المرض ده ممكن ما يجينا، ممكن نتوقع منه كيف احنا بنوريه الارشادات الخاصه يعني. جميل. اليونسكو كمان حاولت تاخذ كثير من الارشادات لتوعيه الاطفال، يا ريت لو نعرف الساده المشاهدين على اهم هذه الارشادات. طبعا هنا برضو يعني فرصه بصراحه بنحيي منظمه اليونيسيف. نعم. وهي يمكن نفس الهاجس الان احنا بنتكلم عنه، وجود الاطفال في البيت و إنهم هم بيستقوا كثير من المعلومات. يمكن اليونيسيف هي أول حاجة بتدعو الآباء والأمهات إنهم هم يخلقوا مساحة بتاع التوعية. نعم. يعني لابد إنه الأم والأبو يعني يكون في مساحة بتاع التوعية أو نقاش مع الأطفال حول المرض أو الفيروس. وجزء مهم طبعا جدا هو التدابير الوقائيه، يمكن دي اول نقطه مهمه شديد يعني انه نحن كاباء وكامهات نوعي اطفالنا بالنظافه الشخصيه، النظافه دي حتى قبل ما يكون في الفيروس. انا بجد بتمنى ان نحن في سلوكياتنا حتى اذا ان شاء الله الفيروس هو يعني تنتهي الاصابه به وكده، لكن شنو نتبع سلوكياتنا في النظافه الشخصيه اللي هو بالقصد بتاع اليدين والصابون بصوره مستمره وكده. فالتدابير الوقائيه هي اهم حاجه تدعو لها اليونيسيف في التعامل مع الأطفال. الحاجة الثانية بتدعو لنشر الطمأنينة عشان نزيد نحن الخوف والهلع أو القلق الممكن يعني صاحب الأطفال من سماعهم عن المرض وكذا، ونشر الطمأنينة بأنه نحن نوري والله أنه المرض ده الأطفال ممكن يصابوا به، لكن الطفل ممكن تكون أعراضه بسيطة، إن إذا أنت جاتك الكورونا دي يعني هي ممكن تكون حمى بسيطة زي النزلة العادية بتاعت البرد، يعني نوريهم إنه الأعراض هي بسيطة، ويمكن ده فعلا هو الجانب الأطفال والحاجة اللي احنا طبعا حاجة كويسة يعني أو حاجة جيدة في المرض، إنه هو الأطفال أعراضهم ما زي الكبار يعني هم أقل حدة يعني من الكبار. الحمد لله احنا بن ربنا. طبعا جانب برضو مهم تدعو له اليونيسيف اللي هو العناية بالنفس، ويمكن تبدا بالكبار. العنايه بالنفس، انت موجود في البيت محتاج تهتم بصحتك من ناحيه انك انت مثلا تشرب كميه من الماء بصوره كويسه، من ناحيه الرياضه يعني يمكن الان الناس كان بتمارس رياضه برا البيت، الكبار والصغار الان ما في طبعا ما في طريقه يعني الحته دي، فممكن الناس تمارس الرياضه في داخل البيت، وبالتالي بتوجه الاطفال يعني الاطفال شوفوا الكبار هم بيمارسوا رياضات منزليهم، وممكن برضو ايضا يعني يشاركوا في الحته دي، فهم انت بتكون لهم قدوه ليهم انت الاباء والامهات والاخوان الكبار يعني يكون هم بالنسبه للصغار. واحده برضو من الموجهات اللي بتدعو ليها اليونيسيف اللي هو انه احنا بعد ما نتكلم مع الطفل عن المرض ونوريه كل ما يتعلق به، يتاكد انه الطفل ده انت بعد حديثك هو ما في خوف او ما في هاجس. ده ممكن انت تلاحظها من شنو؟ من عيون الطفل، من نبرات صوته. يعني تتاكد انك انت شنو طمأنته يعني انه. طيب لو حصلت حاله بتاعت خوف لواحد من الاطفال، يعني في اسره مثلا هي بتعاني الان من انه عندهم حاله بتاعت خوف ما بين اطفالهم، وهم فعلا محتاجين بيساعدهم، اقلها مثلا يقدم لهم ارشادات او بعض النصائح الصحيحه لمحاوله تعديل سلوك الطفل اللي هو
بيجد عنده حالة بتاعت خوف أو بيجد عنده هاجس بتاع نظافة 24 ساعة بيغسل في يده لكن بصورة غير معتدلة، يتوجه وين أو منو الشخص اللي ممكن يلجأ له عشان يطرح المشكلة اللي هي موجودة عندهم في البيت؟ طب يمكن الآن هي وزارة الصحة ولاية الخرطوم الاتحادية الآن هي مثلا يمكن وضعت أرقام، هي ممكن هذه الأرقام يعني سهلة التواصل بها مع كل الأشخاص. يمكن الرقم معروف على مستوى الاتحادية 90 90، هنا على مستوى الخرطوم يعني الرقم 221. الرقم ده ما مرتبط بس بالبلاغات يعني، يعني الرقم ده برضو، وأنا صراحة برضو فرصة إنه أحيي صراحة الزملاء من الأطباء وضباط الصحة الآن موجودين على الخط الساخن بيستقبلوا كل المكالمات، فالأمهات برضو ممكن يعني يستفيدوا من الرقم ده، وكل ما أي مخاوف يعني أو أسئلة أو استفسارات ممكن هو الآن في موجودين مختصين وزملاء يجاوبوا للأمهات عن الأسئلة الموجودة. طبعا برضو في مواقع تانية موجودة يمكن على مستوى التواصل الاجتماعي زي منظمة الصحة العالمية، الآن برضو في موقع مثلا خاص بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، ده برضو ممكن لتصحيح المعلومات. يعني الآن ممكن الناس تستقي معلومات ما تكون متأكدة من صحتها، لكن في الآن موقع covid19sd.info ده فيه كل المعلومات الصحيحة المتعلقة بالجانحة. ولكن يمكن الآن 221 هو الآن بيستقبل المكالمات، وزي ما قلت الآن إحنا في مبادرة تقديم الدعم النفسي، برضو في الأيام المقبلة حيكون في تليفون أو يعني خط استقبال مبادرة المكالمات. تقديم الدعم النفسي بتأكيد مستهدفين بها الأمهات مش كده؟ زي ما قلت أنا هي الأمهات، الكوادر الطبية، كبار السن وحتى الأطفال. طيب الأمهات يعني إذا اعتبرنا يمكن كثير من الأمهات العاملات الآن هم مجبورين أنهم يقعدوا في البيت بسبب جائحة كورونا، كيف بتقدموا لهم الإرشادات في أنها تتعامل مع طفل أول حين خفف عنها الضغط والإسترس اللي هي ممكن تكون واقعة فيه، في أنه هي مضغوطة وبتحاول بقدر الإمكان أنها تلبي طلبات أولاده، وفي نفس الوقت خايفة عليهم أنه في كورونا ما تلمس الأسطح لازم تغسل يدك، فالضغط النفسي على الأم ممكن يكون كبير جدا، فهي أيوة. محتاجة لكم فعلا في الفترة. أيوة أيوة أيوة. الجانب المهم طبعا إن هي الأم ذاتها لازم هي تزيل عنها القلق والخوف، يمكن صراحة ده دور طبعا كبير جدا، لكن لأن إذا هي بقت في حالة بتاعت قلق أو خوف حتنعكس الحاجة دي هي شنو برضو على الناس المحيطين بها وعلى أطفالها. فالجانب المهم جدا أول حاجة إنها نعرف ذاتها، نأخذ معلومات صحيحة عن المرض، دي نقطة مهمة شديد بالنسبة للأمهات. يعني إحنا نعرف إنه أعراض الإصابة هي ذاتها شنو، عشان ما يكون عندنا الهاجس المرتبط بالإصابة ويكون عندنا خوف شديد من إنه والله أقل مثلا إذا في نزلة بتاعت برد أو كده يعني إنه خلاص هي دي الكورونا. لا، إحنا حتى إذا شكينا أو اشتبهنا إحنا نتصل ب221 ونطمئن. الآن في كوادر هي حسب يعني ما الأم هي يعني تشير لأعراض، إذا كان هي أو واحد من أطفالها بيتم توجيهها، يعني إذا كانت هي في مأمن أو لا يعني أو إن هي مثلا يعني تعزل نفسها. فالأم هي دور كبير في إن هي تطمئن الطفل زي ما قلنا، وتديه معلومات بسيطة وبلغة تكون يعني ما فيها تخويف إنه ده مرض عادي، أو حتى إذا أنت وصلت دي حاجة عادية يعني إنه ده مرض عادي، وممكن يعني بتكون الأعراض بالنسبة للأطفال هي خفيفة يعني ما أعراض حادة. يعني مربط الفرس كله في اللغة اللي بتستخدم الأم في توصيل أيوة. المعلومة. طيب نرجع لموضوع إنه الأطفال قد يصابوا بفيروس كورونا، ويمكن عندنا في السودان ظهرت حالة لطفلة إن شاء الله ربنا يشفيها ويعافيها. طيب يعني أنتوا هل فكرتوا أنكم تستفيدوا من المعلومة أنه في طفلة في السودان أصيبت بفيروس كورونا، في أنكم تعملوا منها مادة توعوية تكونوا قدمتوها للأطفال، وفي نفس الوقت الأم ممكن تكون خايفة وحريصة على سلامة وصحة أبنائها؟ طبعا يمكن ظهور الطفلة بفيروس كورونا هي دي يمكن برضو واحدة الآن الحاجات يعني المبادرة بتعمل عليها، ويمكن الآن لأنه صراحة الإصابات الأطفال في الدول السابقة هي كانت بسيطة، لكن ده دليل على إنه الأطفال ممكن هم شنو يصابوا بمرض كورونا، وخاصة إنه الأطفال ممكن هم يكونوا حاملين للمرض، يعني ممكن هو يكون حامل للفيروس ولكن الأعراض هي يعني ما ظهرت عليه زي في حالة الطفلة الآن اللي هي موجودة يعني. ويمكن الآن هي دي صراحة يمكن كل رسائل التوعية فعلا هي كانت منصبة على غسل اليدين أو بالنسبة للكبار، ولكن الآن زي ما قلت نحن لسه في عمل كثير يعني حيتم في المرحلة الجاية هي تستهدف الأطفال وتقلل الخوف والقلق الممكن هم يعني يتعرضوا له جراء إن يكون في تحدث أو يسمعوا
عن الإصابة يعني بالفيروس. أستاذ بتول قبل ما نمشي لمحطة تانية وقبل ما تغادرينا، لو عندك أي رسالة حابة توصليها إحنا بنتيح لك مساحة قبل ما نشكرك. شكرا لك أستاذ. أنا حقيقة يمكن رسالتي الأساسية داير أقول إنه يعني بطلب من كل الأسر إن هي ما تستهين بالفيروس بتاع كورونا. صراحة يمكن صح نحن السودان مقارنة بدول تانية العدد عندنا بسيط، لكن دار أقول إنه واحدة من الحاجات المهمة إحنا المفروض نخدها في بالنا إنه الفيروس ده ممكن الشخص يكون هو حامل للفيروس 14 يوم وما تظهر عليه الأعراض. فدي نقطة مهمة شديد إنه إحنا ما نستهتر بالفيروس وإنه نتبع الإرشادات الخاصة بالوقاية، الخاصة بغسل اليدين، الخاصة بالتباعد الاجتماعي. إحنا صراحة في السودان ما مطبقين يعني بصورة كبيرة. إحنا ممكن نستفيد نقول رب دارة النافعة، فنحاول نعدل ناخد كورونا من ناحية إيجابية. أيوة. نحاول نعدل في سلوكنا. أيوة أيوة أيوة، يعني نحن محتاجين نعدل كتير يعني. كل الأسر صراحة أتمنى إنهم هم ما يستهينوا بالفيروس يعني وبالمرض، ونتمنى إنه نحن تزيل عندنا الجانحة وتقل الإصابات أكثر ويشفى الجميع، يشفى الناس المصابين إن شاء الله. تحت الصحة والعافية لك. شكرا لك كثير. شكرا لك أستاذة هيلين، وشكرا للمشاهدين. شكرا لك أستاذة بتول عبد الرحمن، مسؤول لقسم رعاية المرأة والطفل بوزارة الصحة. تواصل معكم مشاهدينا وتتواصل فقرات 24 جرات عقب فاصل.